بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث الذي بدأناه بالأمس والذي كما ذكرنا عنوانه السعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وكما تقدم أن السعادة مطلب لكل إنسان، فكل الناس يبحثون عن السعادة. وكما تقدم أيضا أن نظرات الناس تتفاوت في هذه القضية حتى تصل إلى الخطأ الشنيع في تقدير أمر السعادة. فالبعض يظن أن السعادة تكون في الجاه، أو تكون في المال، أو تكون في الشهرة، أو تكون في المنصب ونحو ذلك، وغير ذلك مما يظنه كثير من الناس. ولذا فلا بد من التبيين لهذه القضية العظيمة، قضية السعادة. وكما ذكرنا بالأمس في جملة الكلام أن السعادة الحقيقية وليست السعادة التي هي من جملة الوهم والتوهم، هي السعادة بطاعة الله تعالى. وبعض الناس ربما هذه العبارات يجدها كأنها أشياء هي من باب الوهم، أو على التعبير ربما يظن بعضهم أنها من باب الدروشة. يعني أنت عندما تقول في الناس أن السعادة الحقيقية هي في طاعة الله تعالى، فبعض الناس ينظر إليها أو إلى كلامك هذا، هذه دروشة. وربما أحسنهم حالا من لا يعجبه يعني الكلام يقول لك في هذا الأمر: أي نعم، لكن لا مانع أن يكون غير ذلك من السعادة ونحو ذلك، يعني بذلك أنه جزاك الله خيرا ولا يتفاعل مع شيء من هذا. ولذا فهذه مسألة خطيرة جدا، وكل مسلم لا يشعر بهذا المعنى ففي الحقيقة هو محروم من السعادة، محروم من السعادة. وكثير من الناس يعذرون لأنهم كما نكرر يظنون أن السعادة في مظاهر معينة. وأشرنا كذلك بالأمس أن هذه الأمور ربما بعضها يعني يجلب على النفس نوعا من السعادة، لكن سرعان ما تزول. بمعنى الذي مثلا يتروح بالأسباب المباحة يجد سعادة ويجد راحة، لكن هذه السعادة وهذه الراحة مؤقتة. الذي يتروح بالشهوات يجد سعادة موهومة. وأضرب أمثلة على ذلك بما هو أبسط من الحديث. على سبيل المثال، الذي مثلا يشرب المخدرات، أو الذي يعني معذرة في استعمال مثل هذه الألفاظ ببرشم، يعني الولد الشاب اللي هو ياخد برشام ويبرش، إذا سألته يقول لك: أنا بدور على السعادة، الانبساط. الذي والعياذ بالله يرتكب الفواحش، إذا سألته يقول لك: أبحث عن السعادة. الذي ينظر إلى المحرمات وغير ذلك، وأعدد
الموت صورا لا حصر لها، مما يتوهمه الناس في المعاصي أنها سعادة. لا، كل المعاصي لا سعادة فيها، وإن وجدت النفس لذة في وقتها. يعني اللي بيشرب سيجارة مثلا، هو بيظن أنه ساعة ما يفتح السيجارة ويروح ما يولعها ويشربها أنه هنا وجد راحة معينة، فهذا نوع من درجات السعادة، أنه بيخفف شوية عن نفسه يقوم يطلع السيجارة ويشربها. فهذا وهم شديد. وإن وجد في نفسه شيئا من الراحة عندما يفعل ذلك، لماذا؟ لأن كل المعاصي إذا وجدت معها راحة فهذا من باب استدراج الله لك، ويكون ذلك من كيد الشيطان، يكون ذلك من كيد الشيطان. فلذا فإننا نقول أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بالأمس أن للسعادة أسباب، أن للسعادة أسباب، وهذه الأسباب هي التي تكون معها السعادة. أول هذه الأسباب، وأنبه بين هذا الكلام، ليس تألم المؤمن ينافي السعادة، يعني ليس الألم الذي تجده من أي نوع، سواء ألم مرض، فقر، ألم ابتلاء من بطش ظالم، ألم أذى الناس لك، كل ذلك لا ينافي السعادة. فقلب المؤمن مع كل هذه الأحوال في حال آخر، فهو يتألم بدنه لكن قلبه هو الذي عليه مدار الأمر. ولذلك السعادة عباد الله أمرها كله يدور على القلب، والقلب إذا كان سعيدا كانت الجوارح وإن كانت تتألم لا تشعر بشيء من ذلك إلا ألم الحس. أما ألم القلب فهو الذي يؤثر في السعادة وعدم السعادة، يظهر ذلك من خلال ذكرنا لأسباب السعادة الحقيقية. أول أسباب السعادة الحقيقية هي الإيمان بالله والعمل الصالح، هي الإيمان بالله والعمل الصالح. والحمد لله نحن كلنا مؤمنون، فلا يبقى لنا إلا العمل الصالح. فأسباب السعادة بالإيمان والعمل الصالح، وقد جاء الدليل على ذلك في كتاب الله تعالى، ليس في كلامنا نحن، إنما ربكم الذي قال ذلك، أنك إذا كنت مؤمنا وعملت بالصالحات ستجد السعادة. وقبل أن أذكر الآية أعيد لكم المثال الذي ضربته في أول الحديث بالأمس. أنت الآن في أيام رمضان، على رغم ما نعانيه من آلام من حولنا، أنت الآن تجد سعادة أم لا؟ الجواب الذي أظن أن الكل يشترك فيه بلا خلاف، أجد سعادة. لماذا؟ ده أنا طالع داخل في المسجد أصلي وصايم وأصلي التراويح، وربما أقوم أصلي التهجد، حاجة عظيمة جدا تبعث في القلب سعادة، وهذا شعور كل مؤمن في هذه الأيام. هذا مثال ضربته لكم، أن العمل الصالح يجعل في القلب سعادة وإن كانت الجوارح تتألم، والعمل الصالح سبب السعادة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. حياة فقط؟ قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا وفي الآخرة.
سعادة. ولذا إياك أن تتصور أن الذي يبتعد عن طاعة الله تعالى يعيش سعادة حتى وإن ظهر لك ذلك. لا والله، إن قلوب الذين يعصون الله تعالى ويبعدون عنه أشقى القلوب، ولا يجدون سعادة مهما حاولوا جمع أسبابها، فإنهم في تعاسة لأنهم في بعد عن الله. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أكثر، أو كان من أكثر العلماء في زمانه ابتلاء وشدة ومحنة. سجن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من نصف عمره، وابتلي ابتلاء عظيما، وكانوا ينقلونه من السجون كلما وجدوا أن الناس يقبلون عليه ويسمعون له، ينقلونه من سجن إلى سجن أشد وغير ذلك، حتى مات رحمه الله تعالى في السجن. مات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في السجن، ومع ذلك اسمع إلى كلمات هذا الرجل الذي تعبر عن السعادة الغامرة في قلبه، على رغم أنه عاش عمره أكثر في السجن، وكان يقول هذه الكلمات وهو في السجن. فكان يقول رحمه الله: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني بذلك جنة طاعة الله تعالى، أن تكون في طاعة الله ستجد الجنة في الدنيا وأنت على طاعة الله، حتى وإن كنت محبوسا في زنزانة ونحو ذلك ستجد سعادة في قلبك، لأنك في طاعة الله، لأنك مع الله سبحانه وتعالى. أنيسك من؟ أنيسك الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أدخلوه السجن ذات مرة، وما إن أغلق السجان باب زنزانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حتى سمعه يقول هذه العبارة التي نقلها للناس بعد ذلك، قال قول الله سبحانه وتعالى: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله العظيم، هو يشير إلى الرحمة. أين؟ في السجن. وضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إنهم يظنون أنهم يعذبونني. ولذلك كان يقول الكلمة الشهيرة رحمه الله تعالى. فكان لما قيل له إنهم سينفونك وسيفعلون بك وسيفعلون، فجعل يقول رحمه الله تعالى: ما يفعل أعدائي بي؟ يعني لن يفعلوا بي شيئا مهما ظنوا أنهم يفعلون. ما يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وخلوتي في صدري، معي حيث حللت. إن جنتي وخلوتي في صدري، معي حيث حللت. فإن سجني خلوة ونفي سياحة. إن سجني خلوة ونفي سياحة، يعني أسيح في أرض الله تعالى، أنظر فيها عجائب الله تعالى، وأتأمل قدرة الله في خلقه. ومعي جنتي في صدري، معه القرآن، معه طاعة الله تعالى، معه أسباب سعادته: الصلاة، الصيام، الدعاء. حد يستطيع أن يأخذ هذه الأشياء من المؤمن؟ لا يستطيع. هل يستطيع أحد أن ينزع من المؤمن الصلاة، الصيام، الزكاة، الدعاء، السجود، التضرع؟
لا يستطيع. هذه جنة المؤمن، هذه سعادة المؤمن، وهذه التي لا يستطيع أحد أن يأخذها منه أبدا. ولذا فإن السعادة تكون بطاعة الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، حزبه أمر يعني أحزنه أمر أو ضاق من أمر، وهذا لا ينافي السعادة. فالمؤمن وإن يجد الآلام على جوارحه، وقد يجد الآلام على قلبه مما يحدث مثلا من حوله، لكن هذا لا ينافي سعادته بطاعة ربه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. انظر، هذا الذي معه السعادة والراحة بالصلاة، بالدعاء، بالصيام، بطاعة الله تعالى، بخلاف ما عليه كثير من الناس يظن أن الراحة تكون بالبعد عن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كثيرا من الناس يظن أن التحرر من الدين والبعد عن شريعة الله وإقصاء كل مظاهر الإسلام عن حياته هذا الذي فيه السعادة. أليس هذا عباد الله هو اعتقاد وعقيدة الليبراليين والعلمانيين؟ إنهم يعتقدون أنهم كلما أبعدوا الله عن حياتهم كان ذلك هو خير لهم، وظنوا أن هذه السعادة. لا والله، إنهم كلما ابتعدوا عن الله كلما ازدادوا شقاء وتعاسة والعياذ بالله. والأمثلة كثيرة جدا على ذلك في العالم كله من هؤلاء الذين تكون نهايتهم دائما الانتحار وغير ذلك. ولذا لما كانت الطاعة هي التي عليها وبها سعادة المسلم وهو بين يدي ربه، وأنا لازلت أكرر بتعبير بسيط حتى لا تلتبس العبارات أو تبتبهم على البعض، أنت الآن وأنت جالس في المسجد اصدق نفسك، هذه أنا شخصيا أسأل الله تعالى الأجر والثواب على ذلك، هذه أسعد لحظات حياتي عندما أكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندما أكون في المسجد هذه أسعد لحظات حياتي، عندما أكون في صيام وقيام وطاعة لله تعالى هذه أسعد لحظات حياتي كمسلم. ولذا كان بعض الصالحين عندما يكون في طاعة الله تعالى ويجد لذة العبادة يعبر عن هذا بعبارات جميلة فيقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. لو الملوك يعلموا السعادة التي نحن فيها لجاءوا إلينا وقالوا: اعطونا السعادة هذه، وقاتلونا عليها. لكن لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم مشغولون بتحصيل أسباب السعادة الموهومة بالمال، بالسلطان، بالجاه، بالعز. كان أحد الأمراء من بني أمية كلما خرج ينظر من شرفة قصره يجد رجلا بعيدا عن القصر في الوادي يعمل غسالا بيغسل للناس حاجته، فكان كلما خرج ويملأه الهم والحزن والغم لأنه كان مشغولا بأسباب السعادة الموهومة، المال والجاه والمنصب والحرس اللي قافلين عليه من كل ناحية ونحو ذلك. فينظر إلى هذا الغسال في الوادي فيقول: يا ليتني كنت غسالا. وهو يسمع هذا الغسال ينشد وهو يعمل، الراجل الغسال عمال بيعمل ايه؟ بينشد وهو بيعمل وعمال في سعادة غامرة، برغم ان الغسال هذا يجد شقاء في بدنه، والملك لا يجد هذا الشقاء، الملك ده يشير كده كل حاجة تيجي، ومع ذلك لم يكن يجد السعادة.
فينظر إلى الغسال ويقول يا ليتني كنت غسالا. حد ممكن يقول طب وإيه اللي منعه ما يسيب الملك ويروح يشتغل غسال؟ أغلق على نفسه ذلك الملك والمال، أغلق عليه هذا الباب، فصار مهموما لا يجد السعادة، برغم أن الناس كثير منهم يتصور أن السعادة فيه ما هو فيه هو، لكن الحقيقة غير ذلك. ومن أسباب السعادة أن تؤمن بالقضاء والقدر، هذا هو السبب الثاني، أن تؤمن بالقضاء والقدر. بعض الناس الطيبين ممكن يرد دلوقتي علي ويقول لي الحمد لله كلنا مؤمنين بالقدر، نعم، لكن هذه القضية تختل كثيرا عندنا، كلنا تختل كثيرا، فإذا اختلت هذه القضية كان من آثارها حصول التعاسة والهم والغم والحزن. كيف ذلك؟ إن الإيمان بالقدر في جملته أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء وكتبه من قبل أن يخلق هذه الأشياء، قبل أن تخلق. أي نعم، يعني لو أنك مهموم بأمر رزق سيأتي، اعلم أن الله قدر رزقك إلى أن تموت. لو أنك مهموم ببطش باطش ظالم سيقع بك، اعلم أنه لن يقدر على شيء إلا ما كتبه الله تعالى. لو أنك مهموم بشيء فاتك ونحو ذلك، اعلم أن هذا قد كتبه الله وقدره من قبل، وليس عليك إلا أن تسعى في أسباب دفع الأقدار المؤلمة عنك بالأقدار الشرعية المشروعة. فأنت عندما تجد عطشا ماذا تفعل؟ تقوم لتشرب، أم أنك تبقى مكانك وتظل تتألم وتقول أنا عطشان؟ ستقوم وتشرب. لكن لو امتنع الماء وأنت في صحراء ولم تجد أسبابه، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس ولا تكون عند ذلك في حال من لا رب له، لا، اعلم أن ذلك مقدر وأن الله كتب ذلك وأنك الآن يعلم بك. إذا كنت تؤمن بالقضاء والقدر فلا بد أن تؤمن بأن الله يعلم ما أنت فيه. الذي يكون في مصيبة أو هم والناس لا يعلمون شيئا عن مصيبته، ترى كثيرا منا يجد هما وألما وحزنا شديدا، هو يريد أن يرفع أمره إلى الناس ليعلموا بخبره. إذا انقطعت الأسباب فلا تيأس، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أمرك ولا يغفل عنك سبحانه وتعالى، لأن من صفاته سبحانه وتعالى أنه عليم. ومن إيمانك بالقدر أن تؤمن بأنه يعلم ما كان وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذا الإيمان بالقدر يبعث سعادة في القلب. نعم، لماذا؟ لأنك مش هتحزن على ما فات، خلاص قدر الله وما شاء فعل، ولذلك لن تتلاوم وتتلوم مع غيرك على ذلك، لو حصل، لو كان، لو 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 لو، لا خلاص انتهى الأمر، قدر الله وما شاء فعل، أصابك ما أصابك قدر الله وما شاء فعل، عليك أن تسعى في الأسباب. ما يأتي أنت تخافه، أنت مهموم مما سيأتي ولذلك أنت غير سعيد، لا أبدا، ما يأتي هذا في علم من؟ في علم الله وحده، ليس في علم أحد، لا أحد يعلم الغيب إلا الله، ولذلك أنت تعمل بالأسباب وتسلم أن ما سيصيبك لم يكن
ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا قضاء الله عز وجل وقدره، ولذلك القضاء بالقدر يهون عليك مصائب الدنيا، ولذا لا تجد الحزن والهم يصحبك، لأنك هانت عليك المصائب، لأنك تؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه وللأمة من بعده: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى القدر، كتب، كتب كل شيء، كتب انت هتموت امتى، هتعيش كم، هتموت كم، هترزق بكم، ونحو ذلك، كل شيء مكتوب. ولذلك مما نربطه حتى بالأحوال، انت عندما تتألم الآن وتقول العلمانيون استغلوا ما عليه الناس من حاجة وشدة وأزمة فاستغلوها في الحرب على الإسلام، فتتألم، كلنا نتألم من ذلك، إن العلمانيين استغلوا إن الناس ضجوا ليس كرها في الإسلام، الناس ما ضجوا كرها في الإسلام، الناس لما ضجوا وخرجوا ضجوا لأن عندهم أزمات، استغلها أهل الضلال، استغلها والعياذ بالله أعوان إبليس من العلمانيين والليبراليين، أي نعم، استغلوا ذلك ووضعوا الناس في محل يا الإسلام يا مش هتعيشوا، يعني لو بقى الإسلام ما انتوش عايشين، ما انتوش واخدين الأكل ولا الشرب ولا الوقود ولا البنزين ولا كذا شيء. فعند ذلك انساق الناس من ورائهم تغريرا انه لابد نتخلص من الاسلام ده خالص، ولذلك تحزن انت من هذه الهجمه الشرسه جدا الموجوده الان في وسائل الاعلام وفي السياسه وكذا، التي تريد تنحيه الاسلام من حياه المسلمين بالكليه، مش عايزين يبقوا حاجه خالص. فرصه لسان حالهم ومقالهم يقولون: هذه فرصتكم، خلصوا على الاسلام، مش خلصوا على الإسلاميين، خلصوا على الإسلام بالكلية، استغلالا لما وقع فيه الناس من أزمات وشدة، حتى بغضوا الناس في دين الله تعالى، فصار منهم من يعتدي على المساجد، ومنهم من يعتدي على كل مظهر إسلامي. لماذا؟ لأن الإسلام مش هيجيب لك تاكل ولا هيجيب لك تشرب ولا هيعيشك ونحو ذلك، فتتألم أنت من ذلك، نعم، لكن مما يهون عليك ذلك أن تؤمن بالقضاء والقدر، أن هناك أمر من الله بذلك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما تحرك شيء ولا سكن ساكن إلا بتقدير منه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقدر لنا من وراء ذلك الخير. ثالثا من الأسباب الموجبة للسرور والسعادة السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. نعيد هذا، من الأسباب الموجبة للسرور والسعادة أن تسعى في إزالة الأسباب التي تجلب عليك الهم والحزن، وتسعى في جلب الأسباب التي تجلب عليك السعادة. بتعبير بسيط، ابعد أسباب الهم والغم وحاول تجيب أسباب ليه الراحة والسعادة. أيضا بتعبير بسيط جدا، ثم أقرأ عليكم كلمات
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في هذا المعنى، لكن بتعبير بسيط جدا، هو إنك تحاول أن تدفع عنك أسباب الهم، ادفعها بكل الوسيلة، بكل الأسباب المشروعة المشروعة، واسعى في جلب الأسباب التي تبعث عليك وفيك الراحة والسعادة. على سبيل المثال، المثال اللي ضربناه من شوية، هذا المثال أنا أظن أن أكثر المسلمين كلما تذكره أصابه غم وهم شديد، كل ما يتذكر أن العلمانيين استغلوا المسلمين في الهجمة على الإسلام يصيبه هم شديد. نعم، لكن حاول أنك تخفف عنك هذا الهم بماذا؟ تجلب أسباب سعادة أخرى، أسباب راحة أخرى، ومن ذلك أن تقوم لله ساجدا داعيا مصليا. قم إلى الله تعالى وادعو واسجد وصلي واطلب من الله تعالى وأنت في همك هذا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما في هذا الباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابه هم أو غم أو حزن، ما من عبد أصابه هم أو غم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. قال: إلا أذهب الله حزنه وأبدله، إلا أذهب الله همه وأبدله حزنه فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسعى في جلب أسباب السعادة على قلبك، وأعظم أسباب السعادة أن تقف بين يدي الله وتطلب. ولذلك أنا أعيب على كثير من إخواني أن يقعد يتشكى لإخوانه: ده هيحصل، ده هيجرى، ده عمله، ده سووا. لا والله، قم إلى من بيده نواصي العباد جميعا، قم إلى من بيده مقادير السماوات والأرض، اشكو له، اشكو إلى الله سبحانه وتعالى وارفع يديك وقل كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، سله وقل إني مغلوب فانتصر. ولذا فهذا يدفع عنك بإذن الله أسباب الهم والغم، ويجلب لك السعادة في قلبك، وإن كان بدنك يتألم ونفسك مهمومة، لكن ستجلب على نفسك أسباب الراحة بذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال: إن من الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول، ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره
واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. رابعا، أي من الأسباب الجالبة للسعادة، الإكثار من ذكر الله عز وجل. إن الإكثار من ذكر الله تعالى من أعظم أسباب السعادة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الهموم والغموم والأحزان بذكر الله عز وجل تزول بإذن الله، وتطمئن القلوب لأنها تعلقت بملك السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض. ولذا فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه صنف كتابا عظيما في فضائل ذكر الله تعالى، يعني فوائد ذكر الله تعالى كم هي عظيمة، فذكر في هذا الكتاب 100 فائدة، 100 فائدة. وننصح جميع المسلمين باقتناء هذا الكتاب وقراءته في هذه الأيام خصوصا، الوابل الصيب من الكلمة الطيب، فيه ذكر فوائد الذكر. وذكر أن من فوائد الذكر أنه يبعث على انشراح القلب ونعيمه وغير ذلك من هذه الفوائد. خامسا، أي من فوائد أو من أسباب السعادة، أي من الأسباب الجالبة للسعادة، القناعة بما أعطاك الله تعالى. أن تقنع بما أعطاك الله تعالى، فإن من قنع بما قسم الله عز وجل له كان في راحة وسعادة. وأما إذا تسخط وتضجر على ما قسم الله له من الأرزاق والأحوال، عاش عيشة التعاسة ولم يغير من ذلك شيء. كثير من الناس تسمع منه مثل هذه العبارة: ليه يا رب، أليس كذلك؟ ثم يضيف بعدها ما يعترض به على الأمر: ليه يا رب أنا فقير، ليه أنا مريض، ليه أنا كذا. وبعضهم يعبر عنها بتعبير أخف لكنها في نفس المضمون، يقول: هو حظي كذا، هو حظي كذا، أنا عارف أنا حظي كذا. وهذا والعياذ بالله من باب الاعتراض على ما قدر الله لك وقسم لك سبحانه وتعالى. أما إذا رضيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. سبحان الله، بعض الناس الطيبين الصالحين في هذه الأيام التي نحياها لا يزال راتبه الشهري ودخل الشهري لا يزيد عن 500 جنيه ولا حاجة، ومع هذا تراه يعيش بأولاده وتجد على وجهه معاني عدم الهم والغم والحزن الذي ربما يتملك إنسانا يكون عنده من الدخل الشهري ما يجاوز ذلك أضعافا مضاعفة. لماذا؟ لأن هذا قنعه الله والآخر لم يقنع، ولذلك صار في هم وغم دائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. طيب مش مكفي، أو هو ليس الذي كنت أود وأتمنى، ما هو العلاج؟ أن تتسخط
العلاج أن تسأل من بيده خزائن السماوات والأرض وأن تلجأ إليه وتدعوه أن يجعل لك ما تحب وما تريد مما فيه صلاحك، وإلا قد يكون ما تتوهمه أنت فيه صلاح لك هو الضرر بعينه. أقول لكم المثال الذي ذكرناه بالأمس في كلمة التراويح. الأخ أو الإخوة، عشان ده احنا قلنا امبارح إنها مش صورة شخص واحد، دي صور متكررة من صورة واحدة في مجال واحد. الأخ اللي كان بيعمل مجرد شخص بيعمل لبان ولا بيعمل عند واحد لبان ولا سوبر ماركت ولا حاجة، الذي تحول في يوم من الأيام إلى تاجر كبير جدا من التجار، المثل اللي ضربناه امبارح في كلمة التراويح، أي الحالين كان له خير؟ إنه يفضل قاعد عند الرجل اللبان صبي أحسن، لأنه لما كان عند اللبان صبي وهو فقير كان من أعبد الناس لله تعالى، ولما بقى غني بقى من أفسد الناس. وليس هذا معناه أن الغنى شر، لا والله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي كان هذا المال عون له على طاعة الله تعالى فبذله في طاعة الله. ولذلك كما جاء في خبر وإن كان سنده ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أصححته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أسقمته فسد حاله. واحد لما ربنا يديله الصحة يستغلها في الحرام والمحرمات، لا خليك عيان أحسن. ولذلك هذا الإنسان لو أنه تفكر قليلا وقنع بما هو عليه لقال الحمد لله، لعل لو عندي صحة وعافية كنت زماني مفتري، عمال أفتري على خلق الله، كنت زماني بعمل بها معاصي. الصحة دي الحمد لله، اللهم لك الحمد أن أبقيت لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. وآخر قد يكون الغنى مفسدة له، الفقر مفسدة له، وهكذا. ولذا فالقناعة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من أسباب السعادة. سادسا من أسباب السعادة أن يعلم المؤمن علم اليقين أن السعادة الحقيقية هي التي تكون في الآخرة. السعادة الحقيقية هي التي تكون في الآخرة. إحنا كل الكلام السابق كلهم نتكلم عن أسباب السعادة أو تحصيل أسباب السعادة فين؟ في الدنيا. ولذلك يأتي هذا التنبيه الخطير وهو السبب العظيم لأسباب السعادة الحقيقية وهي سعادة الآخرة. لماذا؟ لأن المؤمن ولو وجد الشقاء كله في الدنيا، فالدنيا عمرها قصير جدا، والدنيا كلها دار هم وغم ونكد، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا كلها محل هم وغم ونكد. لأجل ذلك إذا رزقك الله الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وكنت من أهل الجنة، قال أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ويجدون السعادة الحقيقية في الجنة تذكروا الدنيا الكئيبة المليئة بالأكدار والهموم والغموم فحمدوا الله سبحانه وتعالى. وهذا قول الله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله إن طلعنا من الدنيا سلام،
الحمد لله الذي نجانا من الدنيا ولم نهلك بسببها، فكنا على طاعة الله فيها وإن خسرنا الدنيا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. دار المقامة يعني الجنة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الدنيا كانت كلها نصب ولغوب، نصب يعني تعب، أما الجنة فلا تعب فيها ولا نصب فيها ولا شقاء فيها. ولذا فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة علموا أن هذه هي السعادة الحقيقية، حتى وإن لم ينالوا سعادة الدنيا فيما ظن الناس، لكن كما نكرر ونؤكد أن أهل الإيمان هم أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، حتى وإن كانت الدنيا هم في بأس وشدة وفقر ومرض وابتلاء وبطش من ظالمين لهم ونحو ذلك، لكنهم هم أهل السعادة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن، ولذلك الإنسان يحب السجن. في حد يحب السجن؟ الدنيا سجن المؤمن. ولذا فالمؤمن تراه دائما يتصبر على ما هو فيه بما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما نكرر ونؤكد، السعادة في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا لأهل الإيمان، وإن وجدوا ما وجدوا من الشقاء في الدنيا. وإلا نختم بهذا السؤال، وهو: من أسعد الناس؟ ومن هو أسعد إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى؟ الجواب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معه من إخوانه الأنبياء، ومن كان على طريقهم. هؤلاء أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ومع ذلك كان أسعد الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي من أهل الباطل ومع ذلك كان أسعد الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الألم والمرض والحزن وغير ذلك ومع ذلك كان أسعد الناس، لأن السعادة الحقيقية هي طاعة الله في الدنيا والفوز بجنته في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا عنده وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يشرح صدورنا ويفرج همومنا وكروبنا، وأن يصلح أحوال البلاد والعباد، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.